شكرا. شخص اليوم. مشاهدينا وصلنا معكم للفقرة الأجمل والأروع مع الشيف المتميز الشيف علا من يروخ. بهالفقرة دائما الشيف علا بتقدم لنا أطباق مميزة، وصفات شهية متناولة اليد لدى جميع العائلات. فاليوم أهلا وسهلا فيكي شيف علا. أهلا فيكي يا قمر. وأحكينا يعني اليوم قمر مش هيك عم بظبط فيكي، لا عم بقول قمر لأنه قمر حبيبة قلبي. أنت القمر مع الجدول الحلوة اللي لفي ورجي المشاهدين الجدول دول ما احلاها، بتجنن رائعة. ضبي شعرك، ضبينا شعرنا على الاخر. صباح الخير لكم جميعا. صباح الخير لك شهدوا اكيد للمتالق سيد ابراهيم جيكات. اهلا وسهلا فيكم جميعا بفقره مطبخ يوم جديد، الفقره الابسط والاكثر تواضعا والاقرب الى قلوب جميع السيدات وحتى المنازل. ما في واحد بيوقف اكل مهما كانت ظروف المجتمع او حتى الوطن. واكيد فقرتنا ما بتكمل الا مع ارز تحفه وتونس الصياد. أحلى من مليون عريس تحفة. رز تحفة، عن جد تحفة. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، يعني بآخر فقراتنا وختامها مسك دائما مع الشيف علا بالوصفات اللي بتقدم لنا إياها. بدي أنوه لكل المشاهدين اللي عم بتفاعلوا معنا عبر الفيسبوك لايف، بتقدروا تصبحوا علينا، بتقدروا تستفسروا أي استفسار لحتى نقرأ تعليقاتكم، وأيضا بتقدروا تتواصلوا معنا عبر أرقام هواتف البرنامج اللي راح تظهر أسفل الشاشة لتصبحوا علينا وتسمعونا صوتكم الحلو. شيف علا احكي لنا شو اليوم بدك تعملي لنا. تمام ستي، اليوم رح نساوي صينيه بالفرن كتير طيبه، هي مش فاهيتا، هي خلطه دجاج مع شويه كريمه وقشطه وجبنه سائله تاعت الدهن. رح نحط لها توست، لا رح نحط لازانيا ولا حتى معكرونه ولا اي نوع ممكن او بشاميل مثلا. رح نلعب شوي بطريقه التقديم، ولكن الفكره واحده، دجاج خضار شويه بهارات، وكمان رح نعملها بخبز التوست. رح نشيل الحواف وكمان رح نستفيد من الحواف أمامكم على الهواء مباشرة، ما رح نكب شيء إن شاء الله، بالإضافة إلى خبز فرنجي. الخبز الفرنجي بنجيبه من أي مخبز ورح نحط فيه ميكس أجبان، بالإضافة إلى خلطة إيطالية رح نسويها بداخل مطبخ يوم جديد. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. رح ناخذ مقاديرنا على الشاشة مع شهد لتحضير طبق صينية التوست بالدجاج بداخل الفرن. يلا مع بعض نشوف المقادير ونقرأها للمشاهدين. لازم يكون موجود معنا قالب خبز توست وأيضا منزوع الحواف، نصف كيلو صدور دجاج مسحب، ونصف كوب فلفل رومي أصفر مقطع، ونصف كوب فلفل رومي أحمر مقطع، ونصف كوب جزر مبروش. نعم. كمان لازم يكون في عنا كوب فطر أبيض مقطع، وكوب ذرة معلبة، وواحد بصل مفروم، زيت نباتي، جبنة موزاريلا، ملح، فلفل، بهارات إيطالية، وبابريكا، وبهار دجاج، الصوص الأبيض، وثلاث معالق كبيرة من جبنة الدهن السائلة، وكوب كريم الطبخ، وعلبة قشطة. نعم. ها هي مقاديرنا لوصفة اليوم مع الشيف علا. خلينا نشوف مع بعض كيف طريقة التحضير رح تكون. تمام. أول خطوة علا، هلا أول خطوة رح نحط إحنا الزيتات على الغاز، زيت نباتي، بتحب زبدة بصير للأكثر دسام بتحطي زبدة بصير. رح نحط الزيت النباتي ونقلي فيها البصلة اللي مفرومة ناعم. هلا الدجاج ممكن تحطه ني الست وتستنى عليه لما يستوي وينشف ميته ويكون أموره تمام. أنا سلقته لأنه إحنا على الهواء مباشرة، ونفس هاي الخطوة ممكن الست في بيتها تكون مستعجلة تستغل هذا الشيء. فأنا هون زي ما أنتم شايفين قطعته مكعبات وسلقته مع شوية هيل وورق غار. الزيت عندي طلع درجة حرارته، رح أنزل عليه البصل الآن. تمام. يعني نحن بيوم جديد يمكن بنشعر انه نحن ببيتنا كمذيعين بنيجي بنقدم، لانه اول ما نفوت على الاستوديو بنلاقي الشيف علا من الصبح بكير. شو طبخ اليوم؟ شو عملت لنا اليوم؟ قاعده بتحضر بتقطع بتفرم. شيف في حامض، في حلو، يعني عن جد بحس حالي من 15 ولد. تمام. احنا رح نقلي البصل هلا، ورح نحط شوي من الملح على البصل والزيت النباتي ليبلش يدوب بسرعه معي ويطلع السوائل. أول اتصال على الهواء مباشرة، خلينا ناخده مع بعض عبال ما نقلي البصل. ألو صباح الخير. صباح النور. يسعد هالصباح، مين معنا تعرفينا حضرتك؟ أنا إيمان الثوية. أهلا وسهلا، من وين عم تحضرينا؟ من عمان والله. أهلا فيكي. أهلا فيكي. بس علوا لنا الصوت شوي بالاستديو. ألو صباح الخير.
صباح النور. اهلا ست الكل، علي لي صوتك، يسعد صباحك. ست علا، اهلا ستي، اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه، كثير طبخاتك حلوه. نعم، وبتسهليها، يعني انا بعجبني انه كثير سهله بتكون. حبيبتي صباح الورد، وان شاء الله تكونوا انتم مبسوطين فيهم، هو هذا المطلوب. والله الحمد لله، والله مبسوطين. الله يخليك ويسعدك يا رب، انت البركه، اهلا وسهلا فيك. العافيه، شكرا جزيلا لمرورك الكريم، ويعطيك ألف عافية، ويومك سعيد إن شاء الله، ولكل المشاهدين أيضا. ألينا البصل. أم ريان بتستمع الخط؟ آه، معنا كمان اتصال. ألو، مرحبا أم ريان. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير. صباح الورد، كيف صباحك؟ والله الحمد لله تمام. هاي شف علا عم تسمعك، إذا حاب تصبحي عليها وتسأليها. العافية شف علا. أهلا حبيبتي، الله يعافيكي، صباح الورد. يسلمك على الأكلات الزاكية وعلى الصباح الحلو، ما شاء الله عليكي. حبيبة قلبي، الله يسعدك، شو أخبارك؟ الحمد لله والله تمام، خير. شو رأيك بوصفة اليوم؟ والله ما شاء الله، إشي ناهي. حبيبتي الله يخليكي، جربوها كثير بالحجر، مش مكلفة ودسمة وطيبة. ان شاء الله، بس حابه اصب على امي ام فواز وعلى اختي جواهر، وابارك لاختي بالمولود الجديد هاشم، واحنا بنصبح عليهم وكمان بنبارك لها مني ومن شهد. اهلا وسهلا فيك وصباحك عسل. نزلنا الزيتات وحطينا البصلات، وبعدين نزلنا الدجاج يا شهد عشان تسويها لاهلك بالحجر. ما في نوم، الله يسمع منك. وقلينا البصلات، وبعدين نزلنا الدجاج. الدجاج مسلوق رح يفوت في صينية شهد، في صوص أبيض ما بدي إياه ناشف وأقلي، أنا مش عاملة فهيتة مثلا، فأنا رح أخليه بس هيك قلبته، وبعدين رح أنزل باقي الخضار. رح أحط الجزر المبروش اختياري طبعا، أي إشي ما بتحبيه ممكن غض النظر عنه. بعدين رح نحط كمان فلفل رومي أصفر، الأصفر مقطع كيوبس بحجم قطع الدجاج لحتى تطلع معي قطعة كاملة. فلفل أحمر، نعم، مكعبات. طب ليش ما في أخضر؟ الأخضر بهاي الوصفات شهد بيعطي مرار. صح، فأنا دائما ببتعد عنه. بالإضافة إلى الذرة المعلبة، اغسليها كتير منيح من المواد الحافظة وصفيها، ما تحطيها من العلبة مباشرة. أهم شيء المشروم هلأ. نعم، المشروم آخر شيء، لأنه أنا ما بدي يوقع ويخسر السوائل وشكله وحلاوته، فأنا بحطه في آخر شيء بس يتسبك. هلأ رح أقليهم شوي، ننزل البهارات، وآخر شيء الفطر، ورح نكمل معاكم مع شهد. نقرأ تعليقات المشاركين والمتفاعلين معنا على الفيسبوك لايف، صفحة التلفزيون الأردني وصفحة يوم جديد. عنا نور درابس بتحكي لنا يسعد صباحكم، عم تحضرنا من الكرك، تحياتنا لإلك ولكل أهل الكرك. عنا هبة علي، يسعد صباحك شف علا، جدولتك حلوة كتير، مش قلت لك؟ أكيد بدي أقول شكرا لشيرين المنور، شيرين مبدعة، سالي دلاش، موظفين الإذاعة والتلفزيون بقسم الشعر والميك اب، إلي ولجميع الزملاء المذيعات، فتحياتنا لإلهم وشكرا على جهودهم دائما، أحلى طلة بيعطونا. أكيد، وأنتي القالب غالب يعني. حبيبة قلبي. عنا انشراح الحباشنة، يسعد صباحك شف علا، ما شاء الله عليك والله يعطيك العافية. رح نقرأ ما تبقى من تعليقات. نعم. لكن خلينا نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. أهلا منى، كيف صباحك؟ الله يسلمك، الله يسلمكم، يسعد هالصوت. شو رأيك بوصفة اليوم؟ والله ما شاء الله، المذيعات بجننوا، والطبخة بتجنن، والتفريحات بتجنن، وإشي يعني بفتح النفس على هالصبح يا ربي. حبيبتي بنقول ما أنت اللي بتجنني. تسلم. بنقول ما صحينا هيك بعد بلاش مشان نتفرج، لا صحينا وشفنا وجوه طيبة وحلوة. الله يعطيكم العافية. الله يسعدك ويسعد صباحك يا ربي. تسلم. وأنا والله من المتابعين، يعني بحرص جدا جدا إني أشوف كل يوم الصبح شو عم تعملوا. لا لا، أنت البركة، إحنا بنتعلم منك ستي، أنت البركة. الله يبارك فيك حبيبة قلبي، الله يعطيك الصحة. يا حبوبتي أسأل سؤال. أمر تفضلي. أكثر التلفزيونات خاصة، يعني أنا بدي أحكي على مستوى عمان الأردن، عنا بيعملوا زي جوائز زي مسابقات من خلال برنامج الطبخ. نعم، حطوا جوائز يعني منيحة والله، مرات مفيدة يعني، بتقول كل المحطات الثانية، ليه ما بتعملوا انتوا هيك مشان تحبوا؟ يا ستي إلك مني ضيافة على مطبخ يوم جديد، وأطعميكي بإيدي، إلك مصلحة؟ ولا طبعا هي بدها مسابقة، سيبك من الهدايا الثانية. حاضر، أمرك من عيوني، احنا نوصل رسالتك وحاضرين ذاكي. حاضرين، تدللي. إذا بتحبي نعمل أكل أنا وياكي برضه بنعمل. أبشري من عناية تنتن، رجاء شباب خذوا رقمها تحت الهواء وأنا بتواصل معك. حاضر، أهلا بتنورينا. أهلا هلا ستي، أهلا وسهلا. تمام، إذا إحنا نزلنا البهارات، ملح، فلفل أسود،
بابريكا، بالإضافة إلى خلطة بهارات طليانية اللي هي عبارة عن أعشاب مجففة ممكن أنت تخلطيها على إيدك، بالإضافة إلى بهار الدجاج أو بهار فاهيتا بهار تاكو زي ما أنت بدك ومتوفر عندك. هلأ بهاي المرحلة بروح بنزل الفطر الأبيض، تمام؟ ما بدي اياه يوقع شاهد، بس بدي اخذ النكهات مكملين معك. حلو كثير، بس كمان علا بحس انه مثل هيك وصفه بتحتاج المشروم يكون فريش مش معلب، صح؟ يعني صراحه اطيب. اطيب بتكون اطيب صحية اكثر. شوفي المعلب على حراره الفرن ومع حراره كريمه الطبخ والقشطه او البشاميل بيرخي سوائل، لهيك ببطل طعمه مستصاغ، بتحسيه زي الاشي الدبلان. مزبوط. فبتلاقي الحدا او الطفل بشيله على جنب، احنا ما بدنا. في فريش فيه، ما في ما تحط معلب، مش زاكي. وبالنهاية أذواق، حسب شو أنت حابة اعملي. دارين الحياري صباح الخير، والله بتخلي الواحد يغار منكم من هالطبخ ومن هالشعر. هو هذا المطلوب، احنا هذا المطلوب، تدللوا أهل بيتكم. أنا آيات السعودي يسعد صباحكم، غادة فتحي يسعد صباحكم، منورين. إيمان العلوف صباح الفل أحلى شف علا. أسيل الكركي صباح الخير حبيبتي شف علا. عثمان أبو زمزم كل عام ولزوجتي بألف خير بمناسبة عيد زواجنا. شكرا يا عثمان. اليوم كان موضوع حلقتنا عن موضوع العلاقات الزوجية، وما هو الأساس الذي يبنى عليه تبنى عليه هذه العلاقات الزوجية. فشو رأيك علا في هذا الموضوع، موضوع حلقتنا لليوم؟ أنا ما بقول غير الله يهدي بال الجميع يا رب، الله يهدي بال الجميع، هذا أهم شيء أكيد. والرضا، طول ما في رضا وفي قناعة، يعني والله أنا لو ما أخدتش فلان والله ميت فلان بتمناني يعني هاي الأحاديث اللي موجودة بكل المنازل شهدوا بين كل الصبايا، هي بالنهاية نصيب وهذا قدر. فطول ما في قناعة في رضا، وطول ما في رضا خلاص، يعني الواحد بيسلم وبرضى. فيعني زي ما بقولوها، الواحد بياخذ نصيبه بهالدنيا، وهي حياة بدها تمشي بالطول بالعرض. وتعقيبا على كلام الدكتورة واللي حكته كلام سليم 100%، بانه كل اللي بتشوفوه على السوشيال ميديا كذب مزيف، كله مظاهر. ممكن تشوفها يا سلام احلاها، ممكن هي عندها مرض عضال ما حدا بيعلم فيه. مثلا ممكن اشوفها شهد ليل نهار طالعه نازله، ممكن هي مو عارفة إنه فعلاً هي اللي بتعيل عائلة وأمها وأبوها ومسؤولة عن أفراد. إياكم والمظاهر، دائماً هاي المظاهر خداعة. ما كنت أنت شايفة الأفق قدامك طويل، والله كذب، يعني خدوها من حدا مجرب 100%. أخذ الاتصال بلاش نروح اليوم. طيب معنا اتصال من مادبة، قالوا صباح الخير. معنا إكرام. صباح الخير. يا أهلا وسهلا فيك يا إكرام. مذيعتنا المتألقة والشيف علا المتألقة، صباح الخير حبيباتي. يعني نحن زدنا تألق بسماع صوتك بصراحة. حبيبتي كلك ذوق، أصلا أنت وردة تلفزيوننا الأردني، بالعالم ما بشوف أحلى من تلفزيوننا الأردني، مذيعاتنا الأردنيات. ايوه هيك، ايوه هيك كمان. سمعيني هذا الكلام. صباح الخير. انا بتابع الا انتو وقناه الاردن بس، حبيبيني انتو. الله يسعدك يا رب. تفعلها يا حبيبتي. بدي اسالك امر، تفضلي. طريقه الرشوف بالطريقه الاردنيه ما بعرف اعمله. الرشوف عملناها. ما عملناها، بتلاقيها على يوتيوب. نعم عملناها. ايوه في بعد اكل الاردنيه يا شيخه؟ والله ما في بعده هذا الحكي. الأردن أولاً. الله يسعد صباحك الحلو يا رب، صح لسانك. ورا القناة كمان حبيبتي. الله يسعدك يا رب ويخليك بنفسك الطيب معانا، إحنا بنكمل. شكراً لك على طيب هالكلام. معانا اتصال من السلط. قبل ما نروح على السلط عند الست كاتي مجاز اليوم، حطينا الصوص الأبيض اللي هو، شكراً على اتصالك وأهلاً وسهلاً فيكي. نعم نورتينا ستي. الصوص الابيض هذا إشي جديد. الو، علبه قشطه. يلا نقول الو، نكمل نقول الو. الو الو، مرحبا صباح الخير. صباح الخير كاتي. انا شهد. كيفك؟ اهلا دالين، كيفك؟ صباح الخير شف علا، وصباح يا صباح الورد. صباح اهلا طبع. وسهلا. هلا حبيبتي، اهلا وسهلا فيكي. شف علا بدنا طريق مفتول لانه احنا ايام شتويه. ايش بدك المفتول؟ مفتول. طيب يوم السبت بتصحي بدري وبتجهزي ورقة وقلم، لأنه يوم جديد رح ياخدكم بطيارة بس خارج الأردن. وين؟ رح تتعلموا مفتول إشي غير الفلسطيني وغير الأردني، رح تتعلم المفتول المغربي.
فيوم السبت في عنا حفلة بالاستديو، تابعينا يوم السبت وإن شاء الله بنعمل لك كمان الأردني والفلسطيني. أبشر. الأكلات الشتوية لها شعبية كتير كبيرة. نعم. يعني نعم. دائما. طيب الصوص الأبيض هو عبارة عن كوب من كريمة الطبخ، اثنين علبة قشطة الحديد، ثلاث معالق كبار من جبنة الدهن السائلة اللي بندهن فيها السندويشات، تخلطيهم مع بعض وبتصير عندك بهذا الخليط، هذا اللي هو البشاميل الكذاب. طيب ناخذ اتصال. يلا يلا. الو صباح الخير. الو يسعد صباحك يا ام وائل. اهلا اهلا شهد، كيف حالك يا خال حبيبتي؟ أهلين. نورتينا. اهلا فيكي. نورك نور يا رب. صباح الخير، صباح الوطن الجميل، صباح المطر الحلو اللي نازل علينا، الله اكرمنا واكرمه رب العالمين. اصبح الشف علا الله يسعد هالصباح، إيه على هالوصفات الحلوة الزاكية، الله يا ربي دائما نضلها منورة وتعطينا أشياءات ونتعلم منها أشياء كثير زاكية. لا سد عسلامتك، حاشاكم والله، أنتوا بركتنا، حاشاكم عسلامتك. الله يخليك يا رب. هلا ستي. والحمد لله اللي الله كرمنا بالمطر، الحمد لله رب العالمين، يوم جميل وأنتوا أجمل وما شاء الله عنكم. يا رب هيك كل أيامك تكون جميلة مثل قلبك الحلو. يسلموا إيديك على اتصالك الأكثر من رائع. الله يسعد صباحها ويسعد هالصوت الجميل. تمام، إحنا حطينا في قاع الطبق اللي هو شهد إيش الخلطة اللي عملناها، الصوص الأبيض. بعدين حطينا التوست، بس شلت اللي هي الأطراف فقط. مبدئيا أنا جوعت هلأ. إشي بشهي بشهي. تمام، حطينا خبز التوست بدون ما تحمصي ولا إشي، بس شيلي حوافه. وبعدين بتوزعي اللي هي من الصوص الأبيض، بتقسمي نصه بالقاع ونصه على الوجه، لازم الكمية بحاجة لهاي الكمية بالضبط لهذا الطبق. وبعدين يا طويلة العمر شو راح نساوي؟ راح نحط كمان شوي من الصوص الأبيض. ممكن تنعمل باللحمة برضو؟ نعم بس كتير زاكي وبيلبق. ممكن فيليه سمك، فيليه سمك كمان. ومكان البهارات الطليانية بتحط شبت بيلبق أكتر، لازم تشربيها طبعا بالكريمة عشان نكهة تتسبك، وبتصير عندي التوست بيختفي، ببطل فيه إشي اسمه خبز جوا، كأنه في قطعة عجين ماسكتهم مع بعض. وبعدين رح نروح نجيب موزاريلا تشيز، أهم إشي في الموضوع. تمام. طبعا شهد. لازم تكون ببايركس او زي ما بدهم، بايركس، طاجن، صحون بورسلان بدهم اياه. راح احط هيك الموزاريلا وبعدين ارجع اسكر عليها واضغط بخبز التوست. هدى جبارة بتصبح علينا، مي أمير بتصبح علينا وبتقول لك يسلم إيديك إشي بشحي، أم إيهاب سليمان صباح الخير، أم عبد الله صباح الخير، انشراح كل الحب والتقدير، أحلى شف وأحلى إعلامية، شكرا يا انشراح. أم إبراهيم الحسنات صباح الخير لأولادي وبصبح عليكم من وادي موسى، تحياتنا لإلك ولكل أهالي وادي موسى. عنا أم محمد البرماوي يسعد صباحك شف عولة أنت وشهد، شكرا يا أم محمد. عنا أم يامن الحراح شي يسعد صباحكم يا رب. إقبال سمارة صباح الورد والياسمين على الجميع. أم يمان الحراح شي يسعد صباحكم يا رب. عنا إيمان رشيد يسعد صباحكم، مبدع الشفع لدائما. همام الربيع دائما منورة يا شفع له بتقول لك حبايب القلب وجودهم. باسمة بتحكي لنا يسعد صباحكم. رنا أم قيس منورين. حنان فيصل يسعد صباحكم أروع شف. عنا كمان عودة بحكي لنا صباح الورد. عنا أيضا فرح بتحكي لنا صباح النور والسرور والورد المنثور لأحلى ناس. عنا آيات بتحكي لنا يسعد صباحكم. نورة غانم يسعد صباحك بكل خير جميعا. لميا محمد صباح الورد. أنا حاسة اليوم كل حدا مبسوط بسبب يعني إنه الشتاء رجع والأمطار أمطار الخير، لعل هالوباء يطير. آمين. يعني خلص مين كيف. يا رب يا رب يعني إن شاء الله الله كريم. تمام، إحنا هيك حطينا كمان طبقة من خبز التوست وسكرنا عليها وضغطناها كتير 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 منيح. وبعدين يا ستي العزيزة
عم نوزع اللي هي جبن الموزاريلا بالكمية اللي بتحبوها. ممكن تخلطي شدر تشيز أحمر أو أبيض لكسر الألوان والملوحة. هاي تكمل الموضوع؟ نعم. اللي وبعدين الفلفلة الحمراء وال... لا هاي وصفة تانية هلا بنعملها. بعدين رشة من الزعتر أو البهارات التشويق الإيطالية. فرن محمى مسبقا على الرف الأوسط. وبعدين يا شهر 180 برضو على 200 200 نعم ممكن. خلينا نورجهم إياها بالصورة النهائية عشان نحضر لفاصل مباشرة. معك شوي شهد نشوف مع بعض الطبق هيك بشكل النهائي بعد ما الشيف عودة تفننت وأبدعت بالطبقات اللي حطتها بهالطبق. يعني أنتم متخيلين كيف رح يكون منظرها بعد ما تخلص؟ أيها. هلأ رح نشوف. تفرجوا معنا. ترام. مفاجأة مفاجأة. شايفين؟ كتير لذيذة وطيبة. طبعاً شوفوا كيف اللون الأحمر. نعم تهدى شهد. ضروري تهدى لحتى تمسك حالها ويصير معاي قطعة. وعادي برفعها بكل بساطة لحتى تطلع معاي قطعة كاملة. بس هيك هيها بتتقطع معاكي بكل بساطة. رح يعني هاي وجبة غذاء يعني دسمة منيحة طيبة. هلا شهد ممكن يستخدموا توست أسمر مثلا إذا بتحب. الموزاريلا تشيز هلا صار في بالأسواق في عنا اللي هو لايت. يعني خصوصي للي بيعملوا رجيم بتكون مخففة ما فيها دسم. شايفة بنقطعها عادي بهذا الشكل وبنقدمها. تشبه اللزانيا؟ لا غير بتشبه اللزانيا كثير أسهل صراحة وكثير سريعة وحلوة. وهلأ بالحجر يا صديقتي العزيزة يعني أمورها تمام إن شاء الله. تمام. أهم ما في الموضوع هاي الخطوة. شايفين؟ هذا تفنن علا. إبراهيم رجع ليش؟ شم الريح إبراهيم. تمام هيك بيكون خلص طبقنا. هذا ورق ايش اليوم؟ نعنع. ورق نعنع بس هذا نعنع مشخص. بس ما شاء الله هذا نعنع يعني شكله بلدي على الاخر. طيب قبل ما نطلع على الفاصل خلينا نحكي عن حواف التوست اللي ما كبيناها. ممكن بعد ما تقصيها ايش تسوي فيها شهد؟ تفرزيها. حطيها بكيس بتفرزيها بشكل تمام على رف الثلاجة. لما بتذوبي ثلجها عبارة عن ثوم مدقوق سويناها كثير اللي هي بالمطاعم تاعت البيتزا. ثوم ملح زعتر ناشف وزيت زيتون. ولا يمكن إشي ينكب بمطبخ الشيف علا. كل إشي يستفاد منه. لب الكوسة بتعمله. والله لب الكوسة رح نعمل منه بيتزا. إذن ثوم مدقوق زيت زيتون ملح وإيش كمان؟ إيش كمان؟ زعتر ناشف. زعتر ناشف. تمام. بنروح بنحطه هذا بدل ما بالحجر أقعد أنا أحط لأولادي تشيبس عشان يأكلوا. ممكن أحمصه. نحن كان لازم من تكوني موجودة معنا بفقرة التغذية مع نور جهاد. أمر نور. بطلة. هالبدائل عن بدائل المعلبات وبدائل التشيبس وبدائل المكسرات اللي ممكن تكون ضارة لصحتنا دائما. أيها شايفة. طبعا نحن رح نروح لفاصل. شوف علا المخرج يعني يودينا لفاصل صغير. رح تشوفوا كل الأطباق معنا بعد الفاصل. خليكم معنا لحتى نعمل أيضا الوصفة الثانية مع الشيف علا. خليكم معنا.